ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم أورد قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذه الآية فيها أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، لأنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فطاعته من طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا من الدلائل الواضحة على أهمية السنة والعناية بها والمحافظة عليها. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لا يكفي أنه يعمل بالنية للآخرة، لأن الأعمال بالنية. أراد الآخرة، أراد يعني نواها.